السلام عليكم، اهلا بكم في الحلقه 27 من بي تريبل ام بي، ولسه في تالت ام ماشين. لو عايز تعرف اقل ارتفاع لسقف اقدر احط فيه المكنه او اقل مساحه اقدر احط فيها المكنه، في الفيديو ده هنتكلم عن المواصفات بتاعه المكنه ومقاساتها وابعادها. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن مجموعة الحقن ومجموعة الاحكام، وهتلاقوا لينك الحلقات اللي فاتت في البوست. النهاردة هنتكلم عن الجنرال داتا او بقية المعلومات العامة الخاصة بالمكنة. اول خانة الماكسيمم اويل بريشر، وده ضغط الزيت اللي طالع من الترومبة. تاني خانة البامب موتور، وده استهلاك الموتور للكهرباء اللي لو انت مش جايبه سيرفو موتور قلنا ممكن تركب له انفرتر. ثالث خانة الهيتنج باور، ودي الكهرباء اللي بتستهلكها السخانات. وراها على طول يجي الهيتنج زونز، ودي مراحل السخانات او الاجزاء اللي متقسمة عليها السخانات. يجي بعد كده الدراي سايكل تايم اللي هي الدوره بدون الحقن. دراي سايكل اللي هي لو هنترجمها ترجمه حرفيه يبقى الدوره الناشفه. طب لو هي ده معناها ايه؟ ان هي غير شامله الحقن، فده بيقيس لك سرعه القفل والفتح للمكنه. سادس خانه الاويل تانك كاباسيتي، ودي كميه الزيت اللي محتاجاها المكنه عشان تملى التانك بتاعها. يجي بعد كده الماشين دايمنشنز، ودي ابعاد المكنه الخارجيه، ويجي وراها الماشين ويت، وده وزن المكنه. طب انا عايز اجهز مكان للمكنه. المكن لحد 200 طن تقريبا تقدر تحطه في ارتفاع 4 متر. عادة الارتفاع ده بالنسبة لحجم القوالب اللي بتركب على المكنة تقدر تركب عليه الونش وتركب عليه القوالب. اما بخصوص المسافات بين المكن وبعضها فالحد 120 متر ان انت تبقى عامل متر متر وربع يكفي بالنسبة للمكن. ومن بعد 120 طن لل 350 طن متر ونص هتكون مسافة كافية بين المكن. انت مش محتاج تخزن شغل بين المكن، انت اول باول مفروض بتسحب على المخازن. طب لحد دلوقتي برضو انا معرفتش لو عندي منتج معين اجيب له انهي مكنة تبقى مناسبة ليه. هنفترض ان انا عندي مكنة بتحقن كيلو، الجرعة بتاعتها كيلو. احسن منتجات تركب عليها وتطلع احسن معدل واحسن جودة هو التلت اللي في النص. يعني ايه التلت في النص؟ يعني لو قسمت الكيلو ده 3 اجزاء 330 جرام 330 330، بمعنى ان انا عندي اول تلت من 0 ل 330 جرام، وتاني تلت من 330 ل 660 جرام، وتالت تلت من 660 لبقية الكيلو. يبقى انا احسن منتج هطلعه على المكنة دي هو التلت اللي في النص، هاخد بيه احسن معدل، هاخد بيه احسن جودة. ده طبعا بصفة عامة الا الحالات الخاصة. يبقى لو عندي مكنة بتحقن كيلو اقدر احقن عليها وانا مستريح تقريبا منتج من 300 جرام ل 650 جرام، واقدر اقيس بقى على باقي المكن بنفس النسبة سواء اصغر او اكبر. طب انا دلوقتي ما عنديش مكنة وعندي منتج وعايز ادور احقنه في انهي مكنة، اسأل على انهي حجم مكنة بالظبط. هاخد اي كتالوج من اي مكنة او اي كتالوج من على الانترنت، وعادة المقاسات المكن بتبقى واحد، الفروق ما بينهم بتبقى بسيطة في وزن المنتج. عندي المنتج بتاعي مثلا 100 جرام، هشوف ال 100 جرام دي هتبقى في النص. في النص يعني ايه؟ يعني مثلا هيبقى محتاج مكنة بتحقن 200 جرام. لو انا بصيت في اي كتالوج عشان اشوف مكنة مثلا بتحقن 200 جرام فلاقي تقريبا ان هي حوالين ال 130 طن، يبقى انا دلوقتي بدور على مكنة من 120 ل 150 طن لمنتجي اللي وزنه 100 جرام. وبالشكل ده لو انا حتى عندي منتج وما عنديش مكنة اقدر اعرف ادور على انهي مكنة او اسأل على انهي مكنة، وساعتها اللي انا بتكلم معاه هيبقى عارف ان انا فاهم ان المنتج ده مش بيركب على مكنة اكبر من كده عشان ما يكلفنيش برضو زيادة في الحق. وبالشكل ده نكون خلصنا كل المعلومات اللي احنا محتاجينها عشان نحدد المكنة المناسبة لمنتجنا. وانتظرونا الحلقة الجاية في حلقة جديدة من حلقات بي تريبل ام بي. نشوفكم الحلقة الجاية. سلام عليكم.